سيد إمام وحسن خليفة يطلعوا بفراق صحي. وفي الميدان بقى مفجر ثورة الميدان مركب بقى وايه بقى ان هو مسك سيف في موقعة الجمل واخد بالك وهات جمل جنبه كده كان هو لقع الجمل ها يا جدع اسمه اجيب لك جمل والله ده كلام غريب يا حبيبي عدة ايام نقول للمستفيدين على مخطط مشهورة اسكندرية على طب يا بني خلاص وين عليك احنا عايزين الناس كلها تخرج مش منانا في حاجه يعني بس المساله الله يكرمك ربنا يعزك اتفضل والله اتصلت بينا كان مشغول هكلمه تاني يعني بس اشوف المطبخ اشوف ايه كده انا كل المقصودي يقول لك وصف بيعملوا مع الاجانب ايه بيعملوا مع الاجانب مع بعض شكرا انت عملت ايه في اسم انا في المطار